ينطلق هنا على صدارة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة خالد بن المر بن سعيد بن حلوة ليجتبي من ينطلق على المركز الأول، بينما المركز الثاني شاهين من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي، ويأتينا الغزال سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بمتابعة عتيق بن سالم بن عرطي الحميري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هنا المنطلق في هذه اللحظات مطيلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعود المكتوم مع عبيد بن محمد بالضبيعة من ينطلق على المركز الرابع. وفي المركز الخامس مودع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعد المكتوم ايضا مرة طارش بن مبارك بالكوبة من ياتينا هنا ابو بطي على هذا الاداء الجميل على المركز الخامس. وفي المركز السادس ايضا الانطلاق هنا بهذه اللحظات سادس المراكز شاهين من هجن ند الشباع عفوا بقيادة سالم بن سعيد، ووصل هنا وصل الصادق فضل الامين هذه الانطلاقة مع عزام لسمو الشيخ الهيان بن زياد بن سليم بن محمد آل هيان. هناك أرى التسلل من جياش سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع مسري بن سالم بن عرطي الحميري من ياتينا هنا على المركز السابع او المركز الثامن المركز التاسع شمال لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع فهد بن حصين النعيمي هنا من ينطلق. هذه التحديات الجميله وعاشر المراكز ياتينا ثابت لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيف بن خلفان لغويص السويدي في تضميره. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، 10 أسامي، وهناك أيضا شعارات، هناك أسامي تنطلق في هذه المسيرة خلف المراكز العشرة الأولى، ترقبوها خلال هذا الأداء المميز الجميل. نعود إلى الصدارة. نتابع مشاهدينا الكرام، نتابع الصدارة، نتابع أشقر هنا منطلق على صدارة هذا الشوط، منطلق بالمقدمة وبالمركز الأول هو الصدارة أشقر لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر. هنا أيضا خالد بن المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني شاهين من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي ثابت القادم هنا ايضا لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيف بن خلفان لغويص السويدي من ياتينا ثالثا. وفي المركز الرابع شمال ياتي في المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع فهد بن حصين النعيمي. وعلى المركز الخامس عزام لسمو الشيخ الهيان بن زياد بن سليم بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الامين. ومن الجانب الاخر هناك ارى تحديات من الغزال ايضا المنطلق، الغزال لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتابع عتيق بن سالم بن عرطي الحميري. ووصل جياش ايضا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة مسري بن سالم بن عرطي الحميري. والفارس القادم، الفارس هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سيف بن عتيق بن عمير العميمي. وياتينا هنا مطيلان بهذه
الانطلاقة الجميلة هنا والتحدي الجميل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم ومتابعة هنا أيضا في هذه اللحظات من يتابع في التضمير عبيد بن محمد بالضبيعة وعلى المركز العاشر. المركز العاشر ينطلق هنا ويتحدى في هذه اللحظات شاهين انهجنا ند الشبا بقيادة المضمر هنا أيضا سعيد أو سالم بن سعيد في هذه التحديات والإثارة المتميزة. نتابع مشاهدينا الكرام الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع مسيرة التحدي. نسير هنا في هذه المراكز الأولى المنطلقة، نتابع صدارة هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع الغزال من غير وقلب موازين هذا الشوط رأس على عقب. الغزال هنا منطلقا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المتمرس عتيق بن سالم بالعرط الحميري من يتابع على الصدارة على المقدمة والمركز الأول. المركز الثاني شاهين من هجن العاصفة، هنا غياث الهلالي في تضميره ومتابع ثابت. من ياتي على المركز الثالث لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم بقياده سيف بن خلفان القويص السويدي من يتابعه. وعلى المركز الرابع عزام ياتي في المركز الرابع لسمو الشيخ نهيان بن ذياب السيف بن محمد ال نهيان وبمتابعه الصادق فضل الامين. وعلى المركز الخامس ياتي الفارس سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سيف بن عتيق بن عمير العميمي. وسادس المراكز المركز السادس أشقر هنا ياتينا على سادس المراكز، ولكن أرى شمال يتسلل هنا في هذه اللحظات. شمال منطلقا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة فهد بن حصين النعيمي جياش. من ياتينا هنا على المركز السابع جياش لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب سعيد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بن عرطي الحميري. وصل نشوان من هجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن يميل لوهيبي ومطيلان. أمطيلان من ياتينا تاسعا أمطيلان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد المكتوم بقيادة عبيد بن محمد بالضبيعة. وصل نشوان هنا أيضا في هذه اللحظات الجميلة لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة هنا حمد بن حميد ليديلي من يتابع في هذه الانطلاقة الجميلة. يتسلل من مركز إلى مركز في هذا الأداء الجميل. مرحبا بهذا الشعار المميز الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا الصدارة، هنا الغزال المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الغزال المنطلق لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتابع عتيق بن سالم بالعرط الحميري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذه التحديات المتميزة الجميلة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود هناك. المركز الثاني ثابت في المركز الثاني هنا سمو الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيف بن خلفان نغويص من ياتي على المركز الثاني. وفي المركز الثالث شاهين هنا من هجني العاصفه مع غياث الهلالي. وعلى المركز الرابع ينطلق هنا عزام لسمو الشيخ هيام بن ذياب سيف بن محمد الهيام مع الصادق فضل الامين. وعلى المركز الخامس ياتي الفارس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم هنا ايضا يتابع الفارس هذه التحديات الجميلة سيف بن عتيق بن عمير العميمي. وعلى المركز السادس نشوان على المركز السادس من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يمين لوهيبي من ياتينا سادسا. المركز السابع المراكز يصل في هذه اللحظات على المركز السابع هنا اي في هذه
الانطلاقه ياتينا جياش سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم بقياده مسري بن سالم بن عرضي الحميري شمال شمال من يتواجد سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعود المكتوم مع فهد بن حصين النعيمي من ياتينا ثامنا تاسع المراكز المركز التاسع شاهين والمركز العاشر كذلك شاهين من هجني العاصفة مع غياث الهلالي وبعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول أعود هنا أعود إلى الغزال إلى الغزال المسيطر على زمام الأمور المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول الغزال لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم هنا بمتابعة عتيق بن سالم بالعرطي الحميري من يتابع على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول عزام في المركز الثاني سمو الشيخ نهيان بالذياب السيب محمد على نهيان مع الصادق فضل الأمين ثابت منطلقا على المركز الثالث ثابت سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيب خلفان نغويص المركز الرابع شاهين من هجن العاصفة غياث الهلالي نشوان من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يمي اللهيبي الفارس بسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سيب بن عتيق بن عمير العميمي الله والغزال هنا سادسا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم فارد عتيق بن سالم بالعرطي الحميري يا سلام التحدي التحدي تحدي جميل التحدي جميل الله الله تحديات ولكن عزام على الصدارة عزام على المقدمة نشوان من الجانب الآخر نشوان ينتشي في هذه اللحظات من الجانب الآخر من هجن الرئاسة عزام ونشوان هو ثابت وشاهين والغزال الله الله ولكن نشوان يتسلل نشوان يتسلل يبغي النقطة الخامسة يبغي النقطة الخامسة لهذا الشعار شعار هجن الرئاسة بقيادة الظافر علي بن يمي اللهيبي الثالثة لعلي بن يمي اللهيبي والخامسة لهجن الرئاسة اللحظات الأخيرة وعزام عزام 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 ونشوان ولكن نشوان هو الأقرب للفوز وللناموس تهانينا لهجن الرئاسة المركز الثاني يأتي عزام لسمو الشيخ نهيان بالذياب السيب محمد نهيان المركز الثالث من هجن العاصفة المركز الرابع لثابت لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم المركز الخامس وصل مشاهدينا الكرام الفارس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والغزال كذلك أتانا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والتوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا بهذه الانطلاقة هنا 13 دقيقة 22 ثانية جزئين من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام نشوان من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يميل لوهيبي المركز الثاني عزام لسمو الشيخ نهيان بن ذياب السيب بن محمد النهيان مع المضمر الصادق فضل الأمين ثانينا والناموس والمركز الثالث أتانا شاهين من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي بقيا هنا يأتينا بهذه اللحظات ب 13 دقيقة 23 ثانية جزئين من الثانية أيها الحبل الكريم مشاهدينا الكرام أسعد الله مساكم بكل خير نتواصل بحضراتكم مع شوطنا 11 في انطلاقات هذا المساء هذا الشوط خاص بالحول